السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، مرحبا بكم معنا اليوم في هذا الفيديو الجديد. كنتمنى إن شاء الله الفيديو يلقاكم في صحة جيدة. اليوم غادي نشارك معكم موديلات ديال جلابة، جلابة دوبياس بالثوب ديال الكريط والثاني ديال المقفطان بالثوب ديال الساتان الحرير فيه اللوينات، يعني موديلات راقيين وبثمن جد مناسب، يعني كلهم غيدوزوا بالثمن ديال 900 درهم. جلابة دوبياس بالقفطان ديالها دايرة 900 درهم. وبالنسبه للي طاي اللي طايره تقريبا كيلبسوا ما بين 3 اكس ال دوبل اكس ال، يعني غادي تشوف على حسب العبار اللي غادي ندوزو في الجلابه، هما القياس ديالهم تقريبا كيلبس ما بين 3 اكس ال دوبل اكس ال. هاد الموديلات هادو غادي نشارك معكم بالثوب ديال الكريب ديال الجلابه، الثوب ديال الكريب والتحتاني الثوب ديال الساتان. بالنسبه للارسال، الارسال راه داخل وخارج المغرب، يعني فين ما كنتي كتوصلك حتى للدار. كما كتشوفوا في اللوين هذا البلون كاسيد، ودرنا ليه القفطان التحتاني كما كتشوفوا. هذا القفطان هذا بالثوب ديال ساتان حرير، ساتان دوسوا مخدوم غير نص طوق، دايرين ليه الخدمه هذه بالدفره مخدومه نص طوق، والجلابه الفوقانيه راه مخدومه بعين عقده بالدفره، والافتتاحات في الجناب كما كتشوفوا، افتتاحات دايرين للقفطان حتى هو دايرين ليه افتتاح في الجناب. الا بغيت تلبسي هذا القفطان هذا بوحدو راه كتلبسيه بوحدو، الثوب ديالو راه حرير، الثوب ديالو حرير، ساتان حرير. بغيت تلبسي الجلابه الفوقانيه بحدها راه كتلبسيها، بغيتي تلبسيهم بجوج يعني راه كتلبسيهم بجوج، يعني بحال مثلا وكلا كنتي غير في الدار كتلبس هاد القفطان هذا بوحدو. قفطان راه الثوب ديالو ساتان ما كيبينش، وخفيف وبارد برد. الفوقاني راه مخدوم هذا بالمخ، هذه الخدمه ديال المخ زواق الماكينه، وداخل معاه حتى الطرز الرباطي. الكميمات حتى هما كما كتشوفوا مخدومين تما سميتو بالدريسات. بالنسبه للعبار كما قلنا، العبار راه تقريبا كيلبس 3 اكس ال، هذه كتلبس 3 اكس ال. عندنا في الكتاف 46، عندنا في الطول ديالكم 58، عندنا في الصدر 33، عندنا في ليهونش الحوض 35، وعندنا في الطول مترو 33. نعاود العبار ديالها، الكتاف 46، الطول ديالكم 58، الصدر 33، الحزام او الحوض 35، والطول مترو 33. الثمن ديالها كدير 900 درهم، يعني 90 فرانك 90 اورو 90 دولار 900 درهم، يعني هذا هو الثمن ديال الجلابه دوبياس للارسال داخل وخارج المغرب فيما كنتي كتوصلك حتى للدار. غندوزو الموديل واحد اخر، الثوب ديالهم راه مزيانه ديال الثوب. عندنا هذه حتى هي كما تشوفوا، هذه نفس الموديل مختلفين غير في الالوان، اللوينات فيهم راقيين، اللوينات رائعه ديال هاد الجلال بعدو. كما تشوفوا الخدمه ديالها لوين، يعني اللون هذا ديال الطرزه كناخذوه من اللون ديال القفطان التحتاني، يعني هاد القفطان التحتاني راه كما تشوفوا داخلين فيه اللوينات، واللوينات ديالو راقيين ديال هذاك القفطان، يعني حتى الا بغيت تلبسيه غير هو القفطان بوحدو. انا راه كتلبسيه راه مخدوم نص طوق حتى النافين بالدريسات، يعني هاد الخدمه هادي هابطه نص طوق بالدريسات، ودايرين ليه افتتاح في الجناب، الافتتاحات ديالو راه دايرين ليه افتتاح في الجناب كما كتشوفوا. القفطان التحتاني اللوينات فيه راقيين، حتى الا بغيتي تلبسي غير القفطان بوحدو غتلبسي القفطان بوحدو. الثوب ديالو حرير، كاليتي مزيانه ديال الثوب، افتتاحات حتى هو في الجناب. بغيتي تلبسي بجوج راه كتلبسي بجوج، بغيتي تلبسي غير جلابه بوحدها يعني راه كتلبسي جلابه بوحدها، عندك ثلاثه لبسات في اللبسه واحده. الثمن ديالها 900 درهم. الارسال كما قلنا داخل وخارج المغرب، يعني فين ما كنتي كتوصلك حتى للدار. بالنسبه لك كنتي داخل المغرب يعني راه كنرسلوها لك اما في امانه ولا في مع شركه ديال لوكس، يعني راه كيجيبوها حتى للدار. سواء كنتي خارج المغرب يعني راه كنرسلوها مع شركه ديال في دي اكس كيجيبوها لك حتى هما حتى للدار. بالنسبه للقياس ديال هذه الجلابه، هذه تقريبا كتلبس دوبل اكس ال حتى ل 3 اكس ال. عندنا في الكتاف 42، عندنا في الكم 58، عندنا في الصدر 32، عندنا في الحوض 34، وعندنا في الطول مترو 36. الثمن ديالها 900 درهم. نعاود العبار ديالها، الكتاف عندنا 42، عندنا في الكم الطول ديالكم 58، عندنا في الصدر 32، عندنا في الحوض 34، وعندنا في الطول مترو 36. الثمن ديالها 900 درهم لارسال داخل وخارج المغرب، يعني فين ما كنتي كتوصلك حتى للدار. بالنسبه للمحل عندنا راه كاين في سيدي بنور في دكاله،
يعني اللي عجبك من هذا شي موديل من هاد الموديلات غادي تسكرينيه وغتصيفط لنا في الواتساب. عندنا هاد اللوين حتى هو الوان فيها كلهم راقيين، ديال الجلابه هادي التوب راه دايرين توب واحد طرزه واحده، كي الفوقاني كي الاولى كي الثانيه، مال مثلا توب واحد بدلين غير في اللوان، يعني راه التحتاني التوب ديالها راه مبرد صيفي. كتلبسي غير بوحدو القفطان التحتاني اللي بغيتي تلبسيه بوحدو كتلبسيه، بغيتي ديري مع جلابه راه كديري مع جلابه، بغيتي تلبسي غير جلابه بوحدها راه كتلبسي جلابه بوحدها. كما كتشوفو الخدمه ديالها راقيه ومتقونه، وخا مخدومه بالضفره، الضفره عين عقده، والتحتاني راه كيتخدم نص طو وبالافتتاحات في الجناب، يعني خدمه فيه راقيه. كلهم هادو الثمن ديالهم 900 درهم، كل وحده كدير 900 درهم، يعني تقريبا 90 اورو او 90 دولار ولا 90 فرانك. بالنسبه للقياس ديال هاد الجلابه هادي، هادي حتى هي تقريبا كتلبس ما بين دوبل اكس ال حتى لتروا اكس ال او اكس ال. عندنا في الكتاف 43، عندنا في الطول ديالكم 60، عندنا في الصدر 31، وعندنا في الحوض 34، وعندنا في الطول مترو 34. الثمن ديالها راه 900 درهم لارسال داخل وخارج المغرب، يعني فين ما كنتي كتوصلك حتى للدار. نعاود العبار ديالها، الكتاف عندنا 43، عندنا في الكم 60، في الصدر 31، الحوض 34، طول مترو 34. كما كتشوفوا اللوينات دائما افتتاحات في الجناب، اللوينات ديال هذا القفطان حتى هو بالافتتاحات في الجناب، حتى اللي بغيت تلبسيه بوحدو يعني راك تلبسيه بوحدو. التوب ديالو راه حرير كاليتي مزيان ورطب وخفيف برد، كما قلنا الارسال راه داخل وخارج المغرب. بالنسبه للتوب فوقاني راه التوب كريب دوس وحرير كاليتي مزيانه ديال التوب، والتحتاني حتى هو راه درناه بالساتان دوس وحرير، فيه لوينات راقيه ورائعه. الى عجبك الموديل وجاك العبار مزيان غادي تقيس، غادي تسكرينيها وغتصيفط لنا في الواتساب. غندوزو للموديل الاخر، هادو راه الثمن ديالهم كلهم دوزناهم دايرين لهم 90 فرانك، يعني 900 درهم. كاين هاد اللوين هذا حتى هو كلهم اللوينات فيها راقيين ديال هاد الجلابه دو بياس. يعني هادو كنا غنشاركو معكم قبل من العيد كبير، ولكن الوقت ما بقاش لينا، يعني يلاه سالينا. تشوفوا هاد اللوين هذا حتى هو خدمه فيهم راقيه ورائعه. الا كان مثلا عجباتك شي وحده من هادو وكان القياس ما كيجيش على قدك وبغيتي ديري هاد الموديل هذا، راه غتسكرينيها وغتقول لها مثلا بغيتي هاد الموديل هذا وتعطينا العبار ديالك ونوجدوها لك ان شاء الله. كما كتشوفوا الخدمه ديالها خدمه راقيه ورائعه، بمخدومه بالضفره بالليد، الضفره ديال الليد، ولكن الخياطه ديال الماكينه، الزواق حتى هو ديال الماكينه. بالنسبه للعبار ديال هاد الجلابه هادي، هادي عندنا في الكتاف 42، عندنا في الطول ديالكم 58، عندنا في الصدر 33، وعندنا في الحوض 34، وعندنا في الطول مترو و35. الثمن ديالها 900 درهم، 90 فرانك، 90 دولار، 90 اورو. كما كتشوفوا اللوينات، اللوينات فيها راقيه ورائعه. التحتاني دائما كما كتشوفوا اللوينات اللي فيه حتى هو بالافتتاحات في الجناب، حتى لو بغيتي تلبسي غير القفطان بوحدو راك تلبسي القفطان بوحدو، بغيتي تلبسي جلابه بوحدها تلبسي جلابه بوحدها، بغيتي تلبسيهم بجوج يعني راك تلبسيهم بجوج، يعني ثلاثه لبسات في لبسه واحده. ما تنساوش تبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم في مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والواتساب في الجروبات او الاصدقاء ديالكم لكي تعم الفائده على الجميع. كما كتشوفوا الخدمه والسميتو راه الفينيسيو وكل شيء داز متقون، يعني راه كل شيء قدامكم كتشوفوا فيه. التحتاني راه توب ساتان دوس وحرير، والفوقاني كريب دوس وحرير. الطروزه هذه الطرزه ديال المخ بالطرز الرباطي من داخل معاه حتى الطرز الرباطي. كنتمنى ان شاء الله الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم، ما تبخلوش علينا بالضغط على زر الاعجاب زر لايك باش نكون ان شاء الله دائما نشاركوا معكم الجديد ديال الموديلات. ما تنساوش كذلك تخليونا تعليق.
شكرا لكم على المتابعة وإلى اللقاء في فيديو جديد إن شاء الله.